مساء الخير أعزائي مشاهدي منصة أبو كبير ميديا. النهاردة عرفنا أخبار جديدة عن المتهم أحمد الذي قام بقتل الطالبة أماني وأخذها بالغدر. للأسف دي مش أول وقعة لأحمد، للمتهم أحمد. ده أحمد من سنة بالظبط قام بوقعة غريبة جدا، ضرب واحد. أكد عدد كبير من الأهالي على هذه الوقعة. منذ عام تقريبا قام بضرب شاب على رأسه وتسبب له بإصابة في رأسه، وتم القيام بقعدة صلح، وبعد ذلك دفع دية 80,000 جنيه. أحمد كان فاكر إن أي حاجة هيبقى لها دية، علشان كده هو لما عمل حاجة زي كده يعني ممكن يكون في دية. أحمد طبعا هرب، وزي ما حضراتكم شايفين البلد في هدوء تام. إحنا دلوقتي في قرية توخ طنبشة، بنتابع معاكم حركة الشارع والمكان اللي اتقتلت فيه الطالبة أماني. الطالبة أماني كانت رايحة تدفع فلوس العيش بتاع الفرن، ده كلام أختها، قالت إن هي كانت رايحة تدفع فلوس العيش بتاع الفرن، وللأسف وهي راجعة اعترضها وعكسها قدام الشارع. برضو كلام الأهالي قالوا إن هو ضربها بالطبنجة اللي كانت معاه خبطتين على راسها، يعني هو ضربها خبطتين على راسها وضربها على ظهرها علشان تموت. يمكن كان لسه فيها الروح حاجة بسيطة جدا، بس برضو عقبال ما كانوا راحوا المستشفى كانت للأسف كانت ماتت. طبعا البلد هنا في حالة حزينة جدا جدا علشان خاطر أماني. أماني كل الناس هنا بتقول إن هي محترمة جدا، إن هي كويسة، مفيش أي إساءة لها ولا لأهلها، ناس محترمين وناس في حالهم. ناس برضو قالوا لنا إن المتهم والدته مصابة بالسرطان، وإن هو أهله طيبين وفي حالهم وما يستهلوش من الولد ده كله، وبيقاسوا كتير من الولد، وإن إخواته مؤهلات عليا، وإن الولد طبعا يعني هما كانوا يعني في ذهول كبير جدا من اللي حصل. البلد هنا زي ما حضراتكم شايفين البلد فيها هدوء جامد جدا. ميكروفونات البلد بدأت تنادي على الواقعة، وبدأوا يقولوا الدوام والبقاء لله، وبدأوا ينادوا ان الجنازة بعد العصر. ان شاء الله احنا هنبقى معاكم في بث مباشر من الجنازة، بس احنا حبينا نوضح لكم التفاصيل الجديدة اللي احنا دايما بنوصل لها قبل اي حد، ان الولد ده دفع من سنة بالظبط 80,000 جنيه في قعدة عرفية علشان خاطر ما يتسجنش. ده الشارع اللي شهد وقعة أمس مقتل الطالبة أماني. الطالبة أماني في كلية تربية رياضية في الفرقة الثالثة، عندها 19 سنة. كانت كاتبة آخر حاجة على يعني البوستات اللي كانت بتنزلها كلها بوستات ما شاء الله يعني فرفوشة ولذيذة، وقالت مش شايفني البس نظارتي، حاجات كتير قالتها على البوستات بتاعتها. كانت زي أي بنت بتحب تعيش حياتها، كانت زي أي بنت عادي راجعة، كانت دفعت فلوس العيش وراجعة. هو بيعاكسها وبيعترضها، واكتر من مره هي قالت له انا مش هوافق بيك، اكتر من مره هي قالت لاصدقائها ان هو اعترضها في الشارع وعاكسها. هو ما تقدملهاش في البيت بشكل رسمي، دي برضو الناس اللي قالوه، يعني في ناس كتير قالوا لنا ان هو ما تقدملهاش بشكل رسمي، هو تقدم لها، بدا يعاكسها ويتكلم معاها باستمرار، لانه كان عارف ان هو هيترفض، لان كل الناس عارفه ان سمعته مش كويسه. فطبعا كل الناس كانت متاكده، هو كان متاكد ان هو هيترفض من والدها، علشان كده هو ما جازفش وراح اتقدم لها، هو عارف ان هو هيترفض، علشان كده هو فكر بشكل جدي وقال لا انا مش رايح. بس هو كان بيعاكسها ويعترضها، كان عايز يمكن ياخد الموافقه منها الاول وبعدين يروح لاهلها. اهلها برضو قالوا من ضمن التحقيقات ان هو ما تقدملهاش بشكل رسمي، هو كان بيعاكسها ويضايقها، بس ما كانوش متوقعين ان الموضوع يوصل للشكل ده. زي ما حضراتكم شايفين يعني في ستات كتير بيروحوا ويرجعوا ويروحوا يعزوا، والحياه هنا في القريه بتاعه اماني يعني تعتبر لحد ما غير مستقره. الناس هنا في قلق، الناس هنا في حزن، الناس هنا في توتر من اللي بيحصل ومن اللي حصل، كله مذهول. يعني احنا كل ما بنسال ناس للاسف هو ما فيش حد طالع يتكلم معانا، بس قالوا لنا ما فيش حد قادر يتكلم، كل الناس بتعيط، كل الناس زعلانه، كله بيقول ان الشاب احمد اخلاقه مش كويسه، كله بيقول ان الشاب احمد بيعاكس البنات، بنات كتير مش بيعاكس اماني بس، لا، وتم الشكوى منه اكتر من مره.
كلمني. هو دفع احمد للاسف متهم برضو من سنه في قضيه تانية، كان هو ضرب واحد على راسه، بس الراجل راح علشان يشتكي، احمد قال له ما تشتكيش واحنا هنديك الفلوس. عملوا قعده عرفيه ودفع احمد 80,000 جنيه علشان خاطر ما يتسجنش والراجل يسكت عن الواقعه تماما. طبعا دي مش اول واقعة لاحمد زي ما قلنا لحضراتكم، ودي قرية تختنبشة انت زي ما حضراتكم شايفين تشهدها السكوت والسكينة، يا دوبك الناس رايحة، اللي رايح بس مشوار وجاي، مفيش ازدحام في الشارع، مفيش اي حاجة في الشارع، اللي جاي علشان يعزي، في ستات مثلا جاي علشان تعزي هنا قدام المسجد زي ما حضراتكم شايفين المسجد هنا، ده المسجد برضو اللي هيشهد جنازة أماني، في ناس كتير بيعزوا، في ناس كتير بيروحوا ويجوا في الشارع زي ما حضراتكم شايفين. اللي على بعد كام متر ده بيت أماني، في طبعا تكاثف أمني رهيب، في من امبارح لحد النهارده تكاثف أمني وقوات الأمن مش ساكتة، قوات الأمن كثفت جهودها بشكل كبير جدا علشان خاطر البحث على المتهم أحمد. من خلال الاكمنه المتحركه والثابته وكل حاجه هنا، يعني ما شاء الله الامن بجد قايم بدوره بشكل كبير جدا، وقايل ان هو بيبحث بشكل في جميع القرى المجاوره، في جميع انحاء المحافظه، كمان في محافظه الغربيه، يعني مش مخليين في جهدهم جهد، بيبحثوا بشكل كبير جدا للقبض على المتهم احمد الذي تسبب في قتل فتاه تدعى أماني الجزار الذي قتلها غدرا أمس وهي كانت عائدة من شراء من دفع اشتراك المخبز. أحمد قتل أماني قدام بيتهم تقريبا بأمطار بسيطة جدا، يعني حاجة كده صعبة صعبة بجد. يعني الجيران بقى قالوا لنا ان هم سمعوا الطبنجة، سمعوا الخرطوش ده، وواحدة نزلت جري بتقول لقت الدنيا مقلوبة، في ايه؟ قالوا ده أماني حصل لها كذا كذا وهي اتضربت من قبل الشاب ده. الشاب ده تقريبا بقى والله اعلم برضو كان متفق مع توك توك او حاجة، او وقف توك توك بسرعة وهرب فيه علشان خاطر الناس بدأت تتجمع، الناس بدأت تتلم علشان خاطر يشوفوا في ايه. طبعا وقت المغرب بتبقى الناس مش كتير قوي في الشارع، فالوقت ده هو استغل عدم وجود الناس كتير في الشارع، والكلام ده كله حصل في شارع جانبي ما حصلش في شارع اساسي. يعني في شارع جانبي لقى الرجل مش عليه كتير قدام بيت اماني، فاضطر ان هو يقوم بالواقعة بتاعته. حركة الشارع هنا زي ما حضراتكم شايفين تعتبر مستقرة لحد ما. الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيك يا رحمة الله تعالى أماني عبد الحليم عبد الحليم محمود الجزار، وتشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيك يا رحمة الله تعالى أماني عبد الحليم عبد الحليم محمود الجزار، وتشييع الجنازة بعد صلاة العصر في المسجد الصغر. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيك إلى رحمة الله تعالى أماني عبد الحليم عبد الحليم محمود الجزار، وتشييع الجنازة بعد صلاة العصر في المسجد الصغر. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيك إلى رحمة الله تعالى أماني عبد الحليم عبد الحليم محمود الجزار، وتشييع الجنازة بعد صلاة العصر في المسجد الصغر. والمقام أذن المؤذن وقال الدوام لله والبقاء لله. توفيت إلى رحمة الله تعالى أماني، الله يرحمها يا رب. يعني البلد هنا حزينة جدا، البلد هنا في حالة ذهول من اللي حصل. زي ما حضراتكم شايفين الجنازة إن شاء الله بتاعت أماني هتبقى بعد العصر أو في صلاة العصر هي على وصول، والناس بدأت برضو يعني ممكن الناس بدأت تيجي المسجد.
الناس بدأت تيجي زي ما حضراتكم شايفين، الشباب بدأوا ييجوا المسجد علشان خاطر الجنازة، الناس بدأت تقدم زي ما حضراتكم شايفين على المسجد. دي أماني اللي اتقتلت على يد أحمد، أحمد المجرم اللي حضراتكم شايفينه ده، هو ده اللي اتخلص من أماني للأسف في ثواني معدودة. ضربها زي على يعني شهود العيان قالوا ان هو ضربها على راسها مرتين وضربها على ظهرها بطلقة خرطوش. شكرا أعزائي المشاهدين.